السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دورة مشروع المتجر الكامل. بهذا الدرس إن شاء الله هنكمل ما بدأنا به في الدرس السابق، وهو كيفية التعامل مع الريكوست. طبعا احنا أنشأنا الباكج أو الكلاس اللي هيتعامل مع الريكوست، وهلأ لازم نشوف كيف هنتعامل مع الريكوست بالداتا وبالكنترولر وبالفيو. هنروح طبعا للداتا وتحديدا الداتا سورس، وهننشئ مجلد نسميه طبعا ريموت بهذا الشكل. طبعا لازم ننشئ المجلد جانب الاستاتيك، يعني داخل الداتا سورس في عندي مجلدين، عندي الاستاتيك وعندي الريموت بهذا الشكل. طبعا الاستاتيك عم يتعامل مع البيانات الثابته مثل ما شايفين، والريموت هيتعامل مع البيانات اللي بتجيني بتكون دايناميك، اللي بتجيني طبعا من الباك اند بشكل عام. فرح ننشئ داخل الريموت ملف اسمه تيست دوت سلاش او مثلا اندرسكور داتا دوت دارت بهذا الشكل. هننشئ بالكنترولر تيست كنترولر دوت دارت. هننشئ ايضا بالفيو تيست فيو على سبيل المثال. طبعا حيكون الهدف منهم جميعا الاختبار، نحن هنختبر الفانكشن اللي انشاناها، وحنشوف كيفيه التعامل مع الداتا بالبدايه. دائما حاولوا لما انتم تبداوا بفكره جديده حاولوا تبنوا ملفات تسموها تيست عشان تقدروا تختبروا الشيء اللي انتم حتقوموا اللي حتقوموا انتم بتنفيذه فعلا. تمام، فخلينا نروح اول شيء للتست داتا. بكل بساطه هننشئ هون كلاس نسميه مثلا تيست داتا بهذا الشكل. تمام، وهناخد انستانس او هناخد سي ار يو دي. تمام، متغير من نوع سي ار يو دي، وهنمرره طبعا ككونستراكتور بهذا الشكل. ف دوت سي ار يو دي بهذا الشكل. تمام، وطبعا هون نحن حنعمل get data الفانكشن اللي حت get الداتا. طبعا async و await اكيد مثل ما تعودنا دائما. في عندي هون var response بهذا الشكل. حنعمل هون await crud dot. طبعا هون لازم لما اعمل دوت مباشرة يعرض لي البوست داتا اللي فيها طبعا اللينك يو ار ال وفيها الداتا. انا عمليا ما راح ارسل اي داتا، بس حاستقبل، يعني حاستقبل واعرض انا البيانات فقط لا غير. طبعا اللينك من وين احنا حنجيبه؟ طبعا احنا هنعمل صفحه خاصه باللينكات ونسميها مثلا لينك اي بي اي على سبيل المثال، هون لينك اي بي اي دوت دارت بهذا الشكل. هاي الصفحه حتتعامل مع كل اللينكات الموجوده عندنا بشكل كامل، كلهم حيكونوا طبعا كونست سترينج. طبعا انا عشان اقدر اصل للينكات بشكل سهل فرح ابني انا هون مثلا كلاس سميه اب لينك على سبيل المثال. تمام، بهذا الشكل هنعمل هون const string اول شيء السيرفر. تمام، يعني المقصود فيه لينك السيرفر بهذا الشكل. طبعا ايش هو لينك السيرفر؟ لو رحنا للثاندر كلاينت، لو رحنا للكوليكشن، رحنا للإيكوميرس، رحنا للأوثنتيكيشن على سبيل المثال، فرح ناخذ نحن اللينك الخاص بالسيرفر بهذا الشكل. تمام، ثواني بس. طبعا نحن حنرجع للينك اي بي اي بهذا الشكل، هنلصق هون اللينك بشكل كامل. هذا هو اللينك اللي حيتعامل. طبعا طبعا بنشيل هون السلاش ما في داعي. طبعا هذا هو اللينك اللي حنتعامل معه نحن، واللي هو لينك السيرفر. حبينا نغير السيرفر مثلا، نقلنا على استضافه ثانيه، بس بنغير هذا اللينك. هلا طبعا لينك البيانات الافتراضيه، هنروح نحن طبعا للمشروع، طبعا الباك اند الخاص بالمشروع، خذوا بالكم يعني من هي النقطه. هنروح للتيست. تمام، بهذا الشكل هنعمل مثل العاده انكلود بالبدايه للكونكت دوت بي اتش بي. ثاني شيء نحن شو رح نعمل هون؟ حنعرض الداتا get مثلا all data على سبيل المثال. طبعا حنختار جدول اليوزرز، كونه جدول اليوزرز على ما اعتقد فيه بيانات. حتى نتاكد ان جدول اليوزرز فيه بيانات خلينا نروح على المتصفح، خلينا نروح على السي بانل الموجوده عندنا. تمام، ندخل عليها نشوف انه هل فعلا في عندي بيانات بجدول اليوزر، عشان نجرب على شيء يكون فيه بيانات، وإذا ما في بيانات بنأنشئ شوية بيانات عشان نجرب فيها. نروح على وائل هوستنج مانج
هذا الشكل. PHP My Admin. وخلينا نروح تحديدا على الإيكوميرس. بنروح على جدول اليوزرز، فنلاحظ فعلا انه عندي في بيانات في وائل ومحمد. خلينا ناخذ هاي البيانات كبيانات تجريبيه. تمام، طبعا الجيت اول داتا مثل ما شايفين، اول شيء التيبل، ثاني شيء الوير. الوير ما عندي اي شيء عمليا، فبنحط واحد يساوي واحد اللي هو شرط محقق اكيد، صح ولا لا؟ والفاليو ما في داعي نستعملها طالما انا حاطط انه ممكن تاخذ قيمه نول. تمام، بهذا الشكل. يفترض هلا هي الصفحة نقوم برفعها نحن من خلال الفايل زيلا مثل ما تعلمنا بالفيديوهات السابقة. نحدد الاستضافة بتاعتنا. اوكي، مش عايز ننزل اصدار جديد حاليا. خلينا نروح طبعا نحن لوين؟ على الايكوميرس تحديدا. خلينا نرفع التيست اللي هو ملف جديد. لازم مبدئيا البيانات تنعرض عندي. لو رحت على وائل ابو حمزة، طبعا ايكوميرس بهذا الشكل test.php، لازم تنعرض عندي البيانات. فعلا قال لي success، ولكن لازم يعرض لي البيانات مش انه يقول لي success يعني. خلينا نروح على get all data. تمام، ويفترض ما يطبع لي success اطلاقا، لانه اصلا ال get all data مثل ما شايفين بتايكو ال status success والداتا بهذا الشكل. يفترض يكون لسه ما رفع الملف مثل ما توقعت. لازم احدد له always use this action. خلينا نرجع لهون ونعمل هلا مثل ما شايفين بهذا الشكل ظهرت عندي البيانات بشكل كامل. فاذا نحن تاكدنا بهذا الشكل انه فعلا البيانات عم تظهر، كل الامور تمام. هلا باقي عنا نشوف كيف حنتعامل مع هي البيانات، ولكن وين؟ بالفرونت اند او تحديدا فلتر. طبعا هون عم يعطيني خطا، لازم احط ستاتيك عشان ينشال الخطا. اوكي، بهذا الشكل ايكوميرس. هلا حنعمل طبعا نضيف نحن اللينك الخاص بهذا الملف اللي هو طبعا لينك السيرفر اللي نحن حاطينه بالاضافه لتست test.php. خلينا نرجع لهون بهذا الشكل ونعمل لينك ثاني، نكتب هون يوزرز على سبيل المثال، او خلينا نكتب تيست مثلا، او ما في داعي نكتب تعليق طالما انه هو ملف فقط تجريبي. خلينا نكتب تيست. تمام، حط هون تيست بهذا الشكل .php. طبعا باخذ السيرفر عشان ما اضيف كل هالكلام. تمام، عشان يكون الموضوع دايناميك بهذا الشكل. حبيت غير السيرفر بس بروح بغير اللينك هات فقط، ما في داعي انزل على لينك غيره، لا لينك واحد بكون مثلا عدلت على كل اللينكات. هي ميزه المتغيرات وكيفيه التعامل مع المتغيرات بشكل صحيح. تمام، هلا نحن عندنا هذا اللينك اللي احنا من خلاله طبعا حنضيفه هون نحن اب لينك. تمام، اول شيء اسم الكلاس اكيد، بعدين نعمل دوت تيست بهذا الشكل اللي هو طبعا اللينك الخاص بملف التيست. طبعا في نتائج حترجع لي، حاعمل انا هون response دوت فولد. وطبعا الفولد مثل ما شايفين بتعطيني مباشره اثنين باراميتر، في عندي ليفت ورايت، لانه نحن بنعرف انه البوست داتا شو بترجع لي؟ بترجع لي طبعا واحد من نوعين، اما بيكون الليفت اللي هو الستاتس ريكويست، او بيكون الرايت اللي هو الماب. طبعا انا بحاله الليفت هخليه يرجع الليفت، وبحاله الرايت هخليه يرجع الرايت ببساطه شديده، فقط لا غير، ما في شيء ثاني ابدا. تمام؟ بكل بساطه بنكون نحن بهذا الشكل انشانا ملف التست داتا. خلينا نروح على ملف الكنترولر. تمام؟ بهذا الشكل. طبعا ملف الكنترولر نفس الموضوع تماما، كلاس تكست او عفوا تيست كنترولر بهذا الشكل. طبعا بدي اكستند من مين؟ من الجيت اكس كنترولر. طبعا لازم نحن يفضل نعملها مرحلتين، انه يكون هذا ابستراكت كلاس بعدين نعمل منه، ولكن طالما نحن بس عم نجرب عم نعمل تيست، فانا عم حاول اختصر بس عشان احنا الهدف انه نشوف اليه العمل كيف عم تتم بعدين. لانه هذا الكود اللي عم نتعلمه هلا حنطبقه بكل المشروع، بكل الريكوست اللي عم تروح على الباك اند وترجع لي نتائج، حنستعمل نفس هي الطريقه. يعني اللي حيفهم هذا الكلام خلاص باقي الكورس حيكون بالنسبه له بسيط جدا، ما عاد يفكر ابدا بطريقه التعامل مع باك اند، لانه حيصير الموضوع بالنسبه له بسيط جدا. هذا الدرس اهم من اهم الدروس الموجوده بهذا الكورس، فالرجاء من الجميع التركيز.
طيب شو رح نعمل هلا؟ احنا انشانا طبعا احنا هلا الكنترولر، شو لازم نعمل اول خطوه؟ اول خطوه حناخذ التست داتا، تمام؟ حناخذ التست داتا، حنعمل منها انستانس بهذا الشكل، تمام؟ وطبعا الانستانس مثل ما خلتنا بنعرف بيتم انشاؤه بهذا الشكل، ولكن مثل ما شايفين عم يطلب منا سي ار يو دي. ليه عم يطلب السي ار يو دي؟ لانه لو رحنا للتست داتا فانا عم بلاحظ اني عم مرر سي ار يو دي ككونستراكتور. هلا هون في عده، في اكثر من طريقه للتعامل مع الموضوع، اما بعمل طبعا هون سي ار يو دي بهذا الشكل، تمام؟ بيساوي سي ار يو دي، طبعا بعمل يعني كلاس وانستنس، تمام؟ او بعمل عفوا انستنس منه بهذا الشكل. طبعا هي الطريقه انا مفضله، يعني مش طريقه احترافيه، تمام؟ في عندي هي الطريقه، ولكن الموضوع يعني مزعج، في طريقة أفضل وممكن نستفيد منها بالجيت اكس. يعني لو الجيت اكس مش موجودة معنا ممكن نستعمل هاي الطريقة، مش غلط، ولكن الجيت اكس بتقدم لنا طريقة أجمل، واللي هي بكل بساطة أنا بروح للمين، تمام؟ وبعمل هون ما يسمى بالانيشيال بايندينج، والانيشيال بايندينج طبعا بتقبل بايندينج، فنحن حنروح ننشئ بايندينج بهذا الشكل داخل مجلد الليب. حنروح ننشئ بايندينج بهذا الشكل مجلد وليكن، تمام؟ بهذا الشكل حيكون في طبعا ملف اسمه initial binding، طبعا اختاروا الاسم اللي انت بتشوفوه مناسب، ما في اي مشكلة، يعني مش هي القضية الاساسية، الاسماء دائما اختيار الاسماء انت حرين فيها بشكل كامل. وهون طبعا هعمل كلاس سميه initial binding، طبعا هضيف له اس بهذا الشكل، حيكون طبعا بيextend من مين؟ من البايندينج بهذا الشكل. فطبعا لازم اول ما نحدد عليه في يعني بنلاحظ في implementation، فلذلك نعمل مباشره لcreate one missing override، تمام؟ بهذا الشكل. وهون شو رح نعمل نحن يا شباب عشان ما كل مره نمرر crud ككونستراكتور، او عفوا عشان ما كل مره نعمل instance من crud ونمرره ككونستراكتور، شو الحل؟ الحل بكل بساطه نعمل هون get.put ونمرر فيه مين؟ CRUD بهذا الشكل، انتهى الموضوع. هلا كل اللي علي اني اعمله هون ببساطة شديدة يا شباب بالكنترولر، انه بكل بساطة هون اعمل get ايش؟ لازم تكونوا عارفين بعد الشرح اللي شرحناه، get find، صح ولا لا؟ ما هي الget find اي شيء محكوم بتجيب لي اياه ببساطة. طبعا حنكتفي بهذا القدر لهذا الدرس عشان الفيديو ما يكون طويل كتير. بتمنى يا رب الدرس يكون نال اعجابكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو، الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.